التصدي للتغيرات المناخية التي يشهدها الأردن والتي تتمثل في انخفاض الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والجفاف، يتطلب تحقيق المساواة بين الجنسين لما للمرأة من دور كبير في التصدي والتكيف مع هذه التغيرات، بالإضافة إلى نشر الوعي في الأسرة والمجتمع على حد سواء، حيث إن المرأة في الريف والبادية تعتبر الأقرب للمصادر الطبيعية والتي تشكل مصدر رزق للعديد من الأسر الأردنية. إحنا كنساء في البادية وإحنا الأقرب للمصادر الطبيعية، تأثرنا بالتأثيرات المناخية وأثرت على مشاريعنا الزراعية من شح مياه، من رياح شديدة، والآن تم توجيه السيدات لزراعة النباتات البرية والعطرية حتى أول إشي تكون هي مصدر رزق إلها ولأسرتها في البادية، وثاني إشي حتى نتكيف مع التأثيرات المناخية التي أثرت علينا وعلى مشاريعنا الزراعية وعلى المنطقة بشكل عام. أصبح تأثير التغيرات المناخية واضحاً تحديداً على المراعي الطبيعية التي تعتمد عليها السيدات في البادية والريف لتربية مواشيهم، ومن هنا كان لابد أن نتعلم كيف نتكيف مع هذه التغيرات ونبحث عن محاصيل أكثر ملائمة لظروف الجفاف. وأنا أعمل حالياً على مشروع تجريبي بحثي على زراعة الأزولا والكينوا كنباتات علفية كونها أقل استهلاكاً للمياه. من هنا تأتي أهمية تفعيل دور المرأة ليس فقط في تنفيذ بعض المبادرات المتعلقة في العمل المناخي، بل يجب تسهيل وصولهن إلى المعرفة وأن يكون لهن مشاركة فاعلة في عمليات التخطيط والتنفيذ. أنا كإعلامية أردنية لما بكتب التقارير والتحقيقات الاستقصائية المتخصصة بالتغير المناخي، أنا من هون بحاول إنه أعمل رفع لتوعية المرأة في الشؤون المناخية وإنها كيف تتكيف مع هاي الظاهرة، لأنه المرأة باختصار هي مش فقط إلها دور بإنها تعمل مبادرات وتطلقها في هذا المجال، لا، كمان هي إلها دور كتير كبير في صناعة القرار من خلال الاستراتيجيات ووضعها ومن خلال تنفيذها على أرض الواقع، لأنها هي الأكثر تأثراً دون الرجال في المجتمع المحلي بهذا المجال. وهون بيجي دورنا كإعلاميين بأنه إحنا نعطيها كل الوسائل المتاحة في الإعلام لأنها توصل رسالتها للمجتمع المحلي. كوني عضو مجلس بلدي سابق ومترشحة للانتخابات البلدية القادمة، من واجبي دعم سيدات المجتمع وتلبية احتياجاتهم في التكيف مع التغيرات المناخية. المرأة التي تعمل في المجالس البلدية على دراية كافية باحتياجات النساء في مجتمعاتهم، وتمتلك القدرة بدعم سياسات تمكن المرأة الأردنية في صنع القرار وتسهيل وصول النساء للخدمات التي تحتاجها. فهم التهديدات المناخية وتأثيرها المختلف على النساء والرجال والفتيات والفتيان يساعد صناع القرار والحكومات على تصميم وتنفيذ استراتيجيات مستجيبة للنوع الاجتماعي والقضاء على أوجه عدم المساواة.